أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية وضعت خارطة طريق تمضي من خلالها في مسارات متوازية للتعامل مع التحديات المناخية، خاصة فيما يتعلق بالتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، وذلك في وقت تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود دول العالم في قمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية. كما توسعت مصر في الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة في هذا المجال، مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي الطاقة النظيفة.